لكن في نقطة مهمة، ايه هي؟ في ناس واصحاب مصانع وشركات مرتبين امورهم انهم هيصرفوا شيكات وفلوس ومعاملات مالية يوم الحد بعد بكرة بإذن الله، فهل البنوك هتبقى فاتحة يوم الحد ولا اجازة؟ اللي ريحني وريح حضرتك ان البنك المركزي اعلن في بيان صباح اليوم الجمعة اللي هي الاجازة الرسمية للبنك المركزي، لانه عارف ان الناس كلها عمالة تسأل ايه وضعنا، يعني لان في ناس بتصرف بقول لك الفلوس يوم الحد، اعلن ان البنوك ستعمل يوم الاحد باذن الله، يعني بعد غد باذن الله يوم الاحد جميع بنوك مصر بتشتغل. لو ليك اي حاجة احوال بتاع روح اصرف وعيش حياتك، طبعا هتبقى زحمة بس خلاص. يعني يوم الاثنين طبعا اجازة من الاثنين للخميس، ثم تعاود البنوك فتح مقرها الاحد اللي بعد العيد. دي معلومة مهمة جداً.